food. كما قلتي يعني الإقصاء، الإقصاء هذا يعني في مجيدي، يعني ماشي غير الوالد هذه اللحظة هذه، يعني الإقصاء من شحال هذه. والموسيقي والفنان المغربي مهمش بصفة عامة في جميع الميادين، يعني في كل شيء. ولهذا حنا نقول لك يعني واحد الكارثة اللي كاين اللي تعيشها الفنان دابا في هذه اللحظة هذه وفي هذه لا بيريود هذه، يعني من شهر ثلاثة إنسان هو جالس من الخدمة، يعني لا ما كاين لا موعي لا حتى شي حاجه، يعني ما كاين حتى شي دعم من الوزاره الوصيه ولا من الدوله، والو ما كاين حتى شي حاجه. يعني انسان عيا بزاف، يعني واحد الحاله واش نقول لك ما تصورش، يعني لو انك تمشيو تشوفوا تزوروا جميع الفنانين اللي كاينين في المغرب بصفه عامه ماشي غير مدينه اسفي، وتشوفوا الحاله المزريه اللي تعيشوا فيها، يعني الاوضاع المزريه اللي تعيشوا فيها، يعني باعوا حوايجهم، باعوا الاتهم، باعوا اي حاجه تتعلق بهم باعوها، حتى من كاين مسكين كاين اللي طلق كاع، وكاين اللي بزاف الحوايج، يعني بزاف المسائل اللي دارت، لا حول ولا قوه الا بالله. ما شاف من حالنا حتى شي حد، ما تكلم معنا حد، ما خاطبنا حد، باقي لحد الان كل شيء صامت، يعني ما كاينش شي واحد اللي تيهضر ولا يخاطبنا ولا يقول لك غير امتى غادي تبدا الخدمه ولا امتى غادي ولا كاين شي حاجه ولا والو، يعني ما كاينش ما كاين. لا حياه لمن تنادي زعما الصراحه قال. ايوا تنتمنوا من عند الله، تنتمنوا من عند الله الفرج اما قريب، لانه صراحه قال ما بقى من انسان ما بقى ما يبيع. والميدان دخلت ليه وانا طفل، يعني باقي صغير في السن ديالي، انا دخلت ليه في لاج ديال 15 سنه وانا يعني دخلت تنخدم في الموسيقى، يعني في السن ديال 18 ل 19 سنه، يعني التقت مشيت لمدينه اكادير تنخدم في المطاعم وفي الملاعي الليليه، يعني من ديك الفتره لدابا المودون خدمت، اشتغل في مودون في الدار البيضاء في مراكش اكادير. يعني صراحه قال المسيره كانت شويه طويله، فيها الحلوه وفيها المره ديالها وفيها تقريبا فنانين كاينين فنانين عرب بحال باسكال مشعلاني وائل جسار. هنا في المغرب خدمت مع السي فؤاد السبادي، مع السي محمود الادريسي، يعني بزاف بزاف، مع مراد البريقي اللي هو فنان ود المدينه تنوجه ليه تحيه، يعني بزاف، يعني الذاكره يعني بزاف بزاف المطربين اللي خدمنا معاهم اشتغلنا معاهم، يعني الحمد لله كانت مسيره نتمنى مع الله تكمل. كنا تنعيشوا بيد الله، باش كنعيشوا؟ قليل اللي كان جامع شي حاجه شي بركه، يعني راه دات وراه ما يمكنش ما تطورش ليه حتى شهر ولا شهرين، يعني غادي تلقى راسو بدا تيبيع داكشي اللي عنده تيبيع فيه، المورود ديالو اللي عنده تيبيع فيه، اي حاجه اللي كانت عنده تيبيعها. يعني واللي جامع شي حاجه قبل اللي جامع اللي داير علاش يرجع ولا يسبيتو عليه، راه يقدر غادي ونيش تاني غاديرها، راه فتره عرفتي شهر من شهر ثلاثه لدابا شحال واخا يكون باش جامع كاع. كاين مساكن اللي عنده وليدات وكاين اللي كاري، شحال بغى يكون جامع باش يخلص الكرا ويخلص الظلمه ويخلص هالمدرسه ديال الاولاد. ودابا كاينين كاين اللي مسكين ما دخلش ولادو المدرسه، ما عندوش باش يدخلهم، يعني تيدور تسعه تيدور على جمعيات ولا شي حاجه باش يعاونوا على الكتوبه ديال الاولاد، ولا اللي يخلص ليه واخا غير ثلاث شهور مسبقه ولا شي حاجه. يعني واحد الكارثه تيعيشها الفنان، يعني كبيره بزاف. وراه اش غنقول لك، راه الدوله اللي تتحمل مسؤوليه المواطن، يعني الدوله هي اللي خصها تحمل المسؤوليه ديال المواطن. عندك مواطن خصك تكفل به، خصنا نكونوا بحالنا حنا بحال الدول الاخرى، يعني ماشي هما اللي خصهم يتكلفوا بهم، خصهم يعطوهم اعانات ديالهم، يشوفوا عطى الله الحلول، عطى الله كاين الحلول بزاف باش يحصوا دوك الناس ويحصوا، عطى الله زعما باش يتعاونوا. راه حتى من دوك الدعم اللي كانت تقدم الدوله ديال 800 درهم ولا 1000 درهم، راه النص فيهم كاين اللي ما دفعش، كاين اللي ما عارفش كاع وما دفعش ليهم باش يشدوا، والناس بغات دير ليه كاع حتى 800 درهم ولا 1000 درهم ولا حتى 1200 حتى 1500 اش بغات دير ليه؟ وتتعطى لك في فتره وتتقطع لك على شهرين ولا ثلاث شهور اللي تتعاود تجيك، يعني اش بغى يصرف بها؟ اش بغى يخلص بها الضو؟ بغى يخلص بها الكرا؟ بغى يخلص بها اي حاجه؟ لا بالعكس، انا الفن تنعشقو من الصغر ديالي، يعني تربيت فيه، ما ندمش الصراحه قال، ما ندمش، ندمت على حاجه وحده اللي ما درتش شي خدمه اخرى وخليته هو كهوايه، ندمت على الاحتراف ديالو، اما هو الفن تنعشقو من الصغر ديالي ونبقى ندير الفن حتى نموت ان شاء الله. والقدوه ديالي راه كان الاب عندي الله يرحمه، الله يرحمه الاب عندي سي فارس الله يرحمه، اللي كان استاذي في المعهد
والاخ ديالي الاكبر استاذ كمال فارس والاخ يوسف فارس، يعني هادو كنا في العائله كاملين الحمد لله، كنا تنتجمعوا بعضياتنا، وكنا يعني كنا تنديروا موسيقى في الدار ونديروها في المعاد، يعني ما كان يعني تنبتات معايا انا ملي تزاديت في الصغر، يعني وانا في عايش في الكنف ديال الموسيقى، يعني في وسط الموسيقى، في وسط عائله فنيه، وكانوا الناس يجوا عندنا من موسيقيين مغاربه كبار، كانت يجوا للدار تنستضفوهم في الدار، يعني كانت الحمد لله كان داك الشيء. وبالنسبه للعقود وبالنسبه لذاك الشيء، يعني ما كانش خدمنا يعني في مهرجانات، خدمت في مهرجانات، وخدمت في مهرجانات عالمية اللي تقامت هنا في المغرب، بحال التيميطار ديال اكادير، بحال موازين، يعني في مهرجان الصويره، يعني هادو مهرجانات دوزتهم مع مطربين ومع اجانب، خدمت مع ناس اجانب، يعني دوزنا فتره، يعني داك الشيء راه كان مسترسل، يعني كل مره تجد قطع النداء اللي تنوجههم يشوفوا من حالة الموسيقيين، يشوفوا من حالهم، راه الناس راه صافي، راه يعني راه وقفات، يعني راه ما شفتوش، راه صراحة قال هاد الشيء راه تيبكي، يعني هاد الحالة اللي ولاو فيها الناس راه تتبكي، يعني راه ما بقاش بنادم فين يزيد، استطاعة ديالو فين يزيد، خاصها تشوف شي حل، إما تطلق ليهم الخدمة يخدموا بعدا غير يخدموا، وما ينساوش المطالب ديالهم، رسالة توجه حتى الموسيقيين حتى هما ديالنا ديال المغرب، ما ينساوش المطالب ديالهم، يحاولوا يدافعوا على المطالب ديالهم باش ما يبقاش هادشي يتكرر، باش لا جات شي جائحة أخرى يكونوا بعدا على الأقل يهيكلوا غير هادشي، ويديروا للناس الضمان الاجتماعي ديالهم ولا غير التغطية الصحية ديالهم، راه حتى هما راه مواطنين، راه ماشي نسموه غير فنان فنان، راه ماشي بحال زعما، راه مواطن حتى هو، راه بحال جميع الناس اللي كاينين في المغرب. خاص يعني الدولة تتحمل مسؤوليتها وتكون عارفة شنو تدير، يعني تعاونت الناس، راه الناس راه في الله، ما بقاش لي. وهذه تتوضع على علامة استفهام بالنسبة للدعم. أولا بالنسبة للدعم، يعني راه أول مرة خرج الدعم، خرج في الجرائد الرسمية الإلكترونية، خرج ديك لاليست ديال الناس اللي فيهم سميتهم، وهو أصلا تيخرج من 2008، ما تنعرفوش الناس اللي شدوه، وما تنعرفوش حتى شحال القدر ديال المال اللي تيشدوا فيه، وما تنعرفوش حتى الاعمال اللي داروا باش شدوا داك الدعم، يعني ما معروفينش الاعمال ديالهم، ما معروفينش، ما حاطين وما حاطيش الاعمال ديالهم شنو هما، اعطوهم الدعم، اعطوا واحد الفئه اللي هي ديال 40 الناس ولا 50 الناس، واني راه كلشي دابا تسمى بالله، راه بحال شاد الدعم، ولاو تيعيروا في البنادري ويعيروا الطارجي ويعيروا اي واحد يدير الموسيقى تيعيروه، هو مسكين بريء من داك الشيء، ما عرفش شنو كاع اش واقع في الدنيا، ما عرف كاين اللي ما فخبروش كاع الدعم واش خرج. وبالنسبه للبطائق ديال الفنان، ما عرفش انا المعايير اللي تياخذوها ديالاش، ما عرفش، لانه تنكتشف بان شي ناس تيكونوا بعادين على الفن بصفه عامه، الفن اللي فيه المسرح وفيه الشعر وفيه الكتاب والموسيقيين والعازفين، شي وحدين خارجين على النطاق هادو، عندهم بطائق المهنيه ولا بطاقه الفنان، دابا يلاه ولات البطاقه المهنيه، بطاقة الفنان عندهم، تنكتشف بالله عندهم، ما عرفتهمش فين جاتهم، ما عرفتش شنو واش داك الشيء، شنو واش 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 ما عرفتش، هذا سؤال خصو يطرح على دوك الناس اللي هو شنو هما المعايير اللي تيشدوا باش نعطوك البطاقة. تنشكر الشوف تي في على المواكبة ديالها، رسالة توجهها للموسيقيين كاملين، يعني لازم غير يصبروا حتى نشوفوا الله شنو واش غيدير، تنتمنى من عند الدولة تشوف لنا الحل في أقرب وقت. هذا ما كان، وهذه ديرها لكم، يعني تبقى لكم هنا في يعني في دماغكم، يعني بنادم يدير شويه، يدير بنادم علاش يرجع، يدير شي حاجه علاش يرجع، ولا لقى يدير شي مهنه اخرى ويخليها كهوايه، كنتمنى كانت من الافضل، لانه تيبان لي هنا الموسيقى في المغرب راه ضايعه.